السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم في القناة مطبخ سميرة. أتمنى تكونوا بخير. اليوم فكرت ندير لكم واحد الوصفة ديال الرز والتون بالكريمة. واحد الوصفة سهلة كتوجد لك في 10 دقائق وكتجي لذيذة. رافقوها مع الرز ولا هكذا العشاء، كتجي زوينة، كتعجب بزاف الدراري وحتى الكبار. بغيت نشاركهم معكم اليوم، أتمنى تعجب لكم. هذه هي المقادير. بسم الله نبداو. عندي هنا 2 كيسان ديال العلبه ديال الرز، ونص، جوج ونص اللي سبقت لي وغسلته، 2 بصلات مشلدين صغار، 3 ديال الخزوات صغار مشلدين، 100 غرام ديال الفروماج او هكا الجبن محكوك، واحد ديال التون، شويه قزبر ومعدنوس، واحد كريمة طرية هنا في ألمانيا يسميوها شلاكزانا، شوية ديال الإبزار، شوية الملح، وزيت الزيتون باش نقليو. أنا كندير زيت الزيتون، اللي ما يعجبلوش كيدير زيت عادية. دابا غادي نبداو على بركة الله. كنديرو الزيت، بصلة، أنا الرز كنديرو 2 كيسان ونص ديال الرز، كندير 5 كيسان ديال الماء بهذاك الكاس اللي عبرت به، وكنديرو في الماء سخون، كنخليه يطيب. ملي يطبخ كنغسلو حتى للطرف، وكنخليه نغطي عليه ونخليه كيطيب على خاطرو حتى ينشف كاع من الماء. كيجي هداك هو كيجي فتير وما كيتلصقش، كيجي كل حبة بوحدها، كيجي زوين بلا ما نبقا نصفيو ولا نبقا نعبرو الماء والرز، كيجي زوين. تخليها مع البصلة باش يطيب. خيزو، نزيدو قزبر، معدنوس، نديرو شوية زيت، نديرو التون، نديرو الإبزار، الرز ملي كيطيب درت على نهار مهيلة، كنخليه حتى ينشف، ما كيتعجن ما والو، كيبقى هكذا، كيجي يجري كل حبة بوحدها، ما بقاش يصدعنا كل مرة نشوفوه، أو نخليه على خاطرو، ما كيسخ ما كيدير والو، بلا ما نصفيو، ما كيوجد،
تزيد هذيك الكريمه. نزيد دابا الرز داك الجبن كيدوب هذاك الفرماج اللي كيعطي مع هذيك الكريمه واحد المذاق زوين، نطفيو عليه نديرو في الطبق ديال التقديم، نديرو هكذا في الطبق ديال التقديم، نزينو شويه الكسبه وشويه مع شويه ديال الفرماج. ويتقدم هكذا بالصحة والراحة، أتمنى تجربوه ويعجب لكم، تكتبولي في التعاليق هادشي اللي درت اليوم، نتمنى يعجب لكم وتشجعوني القناة ديال قناة بلي بيكم بيكم باش كطلع. شكرا بزاف، مرة أخرى إن شاء الله، السلام عليكم.